السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان بدنا نحكي عن موضوع العناكب. في هاي الفترة تنتشر العناكب داخل البيوت. طبعا العناكب انواع وكثيرة ومعقدة، وما زلنا احنا بندرس في العناكب ومسببات العناكب وعلاج العناكب. وجدنا علاج للدغات العناكب المستعصية الحمد لله، لكن هذا العنكبوت الاسود بيعيش عندنا بكثرة، وهذا العنكبوت طبعا من أضخم العناكب اللي بتعيش عنا. يعني أنا بسميه مثل ترنتولا فلسطين، عنكبوت ضخم. أنا بديش أكرب عليه ليروح يطلق شعيرات علي ويأثر على النفس. أمسك بالله. طبعا هو ضخم العنكبوت. خليني أعمل الطريقة هاي أنا أول شيء. سريع. بالدغ. اذا نط برا بخرب. ايوه. واو طلع ايدي. وقف. اوكي شايفين؟ شايفين ضخامته؟ طبعا هذا لسه بيكبر. طبعا هذا ببلش بكون صغير، بحب البيوت، يفوت بين الحيطان، بفوت بتخبى في مناطق منقول مفتوحة تحت البانيوهات، بيطلع في البيوت كثير. لكن بامكانك انك تسكر كل ثقب موجود في البيت، بالاخص البيوت القديمة اللي مبنية من الحجر العريض اللي بكون متر متر ونص، بلاقوا زيه كثير. طبعا سام وسمه حسب الجسم، احيانا بيعمل التهابات تحسس، التهابات بكتيرية، لكن بشكل عام يعني مش من العناكب الخطرة. يعني في عناكب صغيرة مثل الارملة السوداء او العنكبوت البني بكون اخطر. طبعا هو سريع، يعني بعكس الطرنطولة الكبير اللي بنروضه، لانه لسه هاد بري. شايفين ما اكبره؟ هذا لسه بيكبر، وهذا هو عنكبوت فلسطين للضخم. ولسه انا عم بدور على الاضخم منه الحجم، نفس النوع لكن بصير ضخم ضخم زي الترنتولة اللي عندنا. هذا امنيتي اني اعثر عليه، لكن اكبر حجم انا عثرت عليه، يعني اسف مش انا، صاحبي اللي عثر عليه وجابه وقلت له جيبه. فهو لما بعت لي الصورة أصلاً صريت يجيبه عشان إيش نصوره. طبعاً أنا أمنيتي نمسك أو حدا يمسك اللي أكبر منه، لسه في أكبر. طبعاً أنيابه ليش إحنا نأذي العنكبوت؟ أيوة. غير متعود، مش زي اللي عنا اللي بنحملهم بتشوفوهم الكبار، هذولك إحنا معودينهم على الحمل. لكن هذا سريع بالحركة، فبده شوي شوي. شايفين كبير ولسه بيكبر كمان. انا بدي احاول اربيه واطعميه اشوف كم بوصل حجمه، اذا زبط معي وضله عايش. يا عيني عليك. زي ما قلت لكم السم حسب الجسم، حسب يعني مرات بيعمل التهاب بكتيري. يعني في ناس انكرصوا منه عادي، وفي ناس صار عندهم التهاب قوي وحاد. يعني يا ابو من هان بدك تصورهم، تعال. مهم. هاي انيابه، هذول السمر الانياب تاعته. انيابه كبار مش مزحة، يعني ممكن انيابه بيسووا الم اكثر من سمه. بدنا نشوف اذا زبط وضلوا عايش، ان نربيه نشوف قديش بيكبر.